يعني العالم الهولندي المتخصص في الزلازل اللي تنبأ بزلزال تركيا وسوريا واللي أشار لده وبالفعل تم، فيمكن اداله شيء من لفت النظر، شيء من الصدفة، أنا مش عارفة علميا هي تصنف إيه. هو بيشير إن مصر هي القادم، مصر ولبنان هي القادم في الزلازل القادمة. هل إحنا فعلا دخلنا في حزام الزلازل وهل إحنا فعلا معرضين للخطر يا دكتور؟ لا، إحنا يعني أرجع للباحث الهولندي، هو نفسه قال أنا باحث، يعني ومجال البحث عنده هو بيربط، بيتكلم بالنجوم. أيوة بالضبط، بين حركة الكواكب والنجوم والقمر بالأرض. والحقيقة يعني هذا الربط موجود، ولكن بيبقى أوضح في الكتل الهوائية وفي المياه، وده اللي بيسبب المد والجزر. وحضرتك لو تفتكري الباخرة اللي كانت جانحة في قناة السويس، وانتظرنا إن في حالة الجزر تكون المياه رجعت، المد والجزر المياه بتبقى يعني بتطلع على الشاطئ في أوقات اللي هي بنقول عليها الأيام القمرية، اللي بيكون فيها القمر بدر، لأن هنا وإذا وقع القمر ما بين الشمس والأرض على خط مستقيم بيكون الجذب أكبر ما يمكن. لكن هذا في الكتل الهوائية، يعني يستطيع أنه يجذب الهواء، يستطيع أنه يجذب المياه، لكن الجذب الصخور وجذب القشرة الأرضية الصلبة هذا يعني ده أقل ما يمكن. فهو بيربط ما بين مواقع النجوم والشمس والقمر، وإن ده يجذب القشرة الأرضية وبالتالي كده يعمل زلزال. لو كان هذا الكلام صحيح معناه ان احنا هنشوف زلزال كل يوم، لان احنا عندنا مد والجزر يوميا وبيشتد في الايام القمريه، يبقى الزلازل تشتد في الايام القمريه. وبعدين طيب في اي مكان من العالم، مش معنى تركيا، لماذا لا يعني لا يوجد المد والجزر موجود في بحار العالم بالكامل، ولكن لماذا يعني هنا التنبؤ بتركيا ان وكان القمر والنجوم شغال على تركيا فقط؟ يعني هذا الكلام لسه يعني الكلام ده ليس علم معترف به حتى الآن، هو بيحاول يربط. والحقيقة النهاردة الليلة برضو كان فيه لقاء مع أحد المتخصصين في العراق واللي بيأيد نفس النظرية، لكن هذا الربط يعني الربط ده في الهواء وفي المياه ولكن ليس في الصخور، لأن معنى ذلك أن الزلازل تبقى متكررة وفي نفس المكان ومتكررة إما يومياً أو أسبوعياً، وهذا لم يحدث. دكتور عباس، بما أن حضرتك متابع ما يقال تقريباً على كل القنوات، إيه أكتر معلومات خاطئة حضرتك سمعتها وأزعجتك كعالم جيولوجيا؟ هو الحقيقة يعني هذا الكلام يعني حديث الباحث الهولندي، والحقيقة هو لم يذكر أن هناك زلزال كبير في مصر. هو ذكر قال إن وربط طبعاً القمر والنجوم مع تركيا، وقال إن هو احتمال ان يحدث زلزال كبير، وان ربط ان في فالق اللي تم عليه الزلازل وده بيسمى فالق شرق الاناضول، وهذا الفالق هو امتداد لفالق كبير بيسمى فالق البحر الميت، وهذا الفالق ممتد جنوبا الى خليج العقبه والبحر الاحمر ومنطقه القرن الافريقي جيبوتي واثيوبيا واريتريا، ويمتد جنوبا حتى موزمبيق، وده بنسميه الأخدود الإفريقي العظيم. فهو بيقول هذا الفالق نشأ عليه هذا الزلزال الكبير، قد يمتد هذه الزلازل إلى البحر الميت، وده أمر طبيعي. يعني البحر الميت ما بيحصل فيه الزلازل، وحصل فيه من الأسبوع الماضي زلزال شدته 4، ولكن يعني هذه هي الشدة. وخليج العقبة وخليج السويس هذه أيضا مواقع زلازل، لكن زلازل متوسطة وخفيفة. فبيقول أن بيتوقع أن ممكن الزلازل تمتد إلى البحر الميت وقد تصل إلى مصر، ولكن ما بتصل إلى مصر، هي مصر موجودة بالفعل، يعني عندنا الخليج السويس وخليج العقبة وفيه الفوالق معروفة، وهذه الفوالق هي اللي تجمع فيها البترول وهي اللي بيحدث فيها يعني الزلازل، ولكن زلازل خفيفة يعني في حدود من 3 إلى 4 لما بتحصل، وغالبا أقل من 3. فلما يتوقع وبعدين من ضمن توقعه بيقول إن يعني ممكن خلال الأسابيع القادمة، ممكن خلال سنة، ممكن خلال 10 سنين. طيب يعني زي ما تيجي وفي الاخر نقول ان الراجل كان متوقع، يعني تحصل زي ما تحصل وفي الاخر نقول يا ده الراجل كان متوقع، وهي اصلا هي في نتائج طبيعيه. هو توقع كم مره قبل كده؟